دكتور في الأول كده، إيه هو أو إيه هي أنواع الفيروسات الكبدية؟ تمام. هو بس موضوع الالتهاب الكبدي الفيروسي الوبائي طبعا موضوع منتشر وبنشوفه كتير في عيادتنا أو في المرضى بتوعنا. إحنا بنقسم بس الفيروسات الكبدية اللي بتسبب التهاب كبدي إلى مجموعتين كبار بنسميهم هيباتوتروبيك فيروس ونون هيباتوتروبيك، يعني فيروسات كبدية بتسبب إصابة مباشرة للكبد، وهي والمرضى بيجوا بقى يشتكوا ساعتها من اعراض تخص الكبد او اعراض خارج الكبد او اكسترا هيباتيك او اعراض في العظام في الامراض الجلديه. احنا هنتكلم على كل فيروس يا دكتور ونعرف ايه هي اعراضه، بس ايه هي مجموعه الفيروسات اللي ممكن تصيب الكبد؟ فاحنا قلنا ان احنا هنقول هيباتوتروبيك، يعني هم بيجوا اساسا للكبد بيصيبوا الكبد، ومجموعه نون هيباتوتروبيك يعني هي بتيجي اصابه للمريض بالفيروس، ومن ضمن المتلازمه اللي بتحصل ان الكبد يبقى ساعتها حصل له اصابه. لكن مش بس الكبد اللي بيحصل له اصابه في الفتره دي، بيبقى اعراض تانية كتير منها اصابه الكبد بالتهاب كبدي. فدي المجموعه الكبيره. طبعا المجموعه اللي بتصيب الكبد اساسا اشهرهم ايه؟ فيروس A وفيروس B وفيروس C. المجموعه اللي هي بتصيب دول الاكثر انتشارا يا دكتور او شهره. صحيح. ومنهم المجموعه اللي بتصيب الكبد كجزء من متلازمه بتصيب الجسم عموما، اللي هي اشهرهم سيتوميجالو فيروس وابشتيان بار فيروس. مجموعه طبعا فيروسات نادره تاني. الفيروسات دي احنا تقريبا ما بنسمعش عنها كتير. يعني احنا دي لو دورنا وراها ساعات المريض بنلاقي عنده ارتفاع في وظائف الكبد مجهول السبب. انزيمات الكبد مرتفعه، نعمل له الفيروسات اللي حضرتك اتفضلتي وقلتي اللي هي المشهوره اللي احنا متعودين عليها، الفيروس A والبي والسي، ما نلاقيش فيروسات كبديه الA والبي والسي. طيب دكتور، عايزين نعرف ايه الفيروسات الاكثر انتشارا في مصر، ونعرف ايه الفيروسات الاكثر انتشارا في العالم. هو اشهر فيروس يحصل له المريض يحصل له اصابه بيه هو فيروس A، وده اسهلهم وابسطهم يعني في المضاعفات. هو وبائي، التهاب كبدي فيروسي وبائي حاد، يعني ما نلاقيش حد عنده التهاب كبدي فيروس A مزمن، يعني بقاله فتره عنده فيروس A. هو بيجي بالشكل الحاد، التهاب كبدي حاد، وده اشهرهم، لان هو عن طريق انتقاله طريقته سهله، فمعظم البشر معرضين للاصابه بيه. طريقه انتقاله ما بين البشر يعني اسهل، يعني طريقه العدوى بيه عن طريق الاطعمه والمشروبات اللي فيها تلوث، يعني بنسميه في كولر روت، يعني عن طريق الفم، فبالتالي بينتشر اسرع، فمش عن طريق الدم او كده، فاسهل حاجه اللي هي عن طريق الاكل او الشرب. وده يعني ده يا دكتور هو الاكثر انتشارا في مصر في كل ولا الاشهر؟ هو اكثرهم انتشارا واكثرهم كبريفلنس او انتشار، هو اكثر طبعا. يعني هو موجود في ناس بيجي لها الالتهاب الكبدي الفيروسي وهي في سنها صغير، ممكن يجي والام حتى ما تلاحظوش للطفل او تعالجه ان هو البرد العادي. ممكن يجي مع الاطفال، هو اشهر للاطفال واسهل في الاطفال طبعا، لو جه في طفل اسهل من ما يجي لحد بالغ او كبير في السن، لان المضاعفات ساعتها بتبقى اسوء شويه. المضاعفات لو بالنسبه لحد كل ما السن اتقدم وهو بيدي مناعه في الغالب مدى الحياه، يعني هو لو شخص لو جه مره في الغالب يعني معروف عنه سولد اميونيتي او مناعه مستمره مدى الحياه. نادرا ما الاقي حد عنده جاله فيروس A وحصل له ري انفكشن او اصابه ثانيه او عدوى ثانيه. طيب عايزين نعرف ازاي ممكن الشخص يصاب بهذا الفيروس؟ يعني ايه الطرق اللي ممكن، حضرتك قلت عن طريق الاكل طبعاً. يعني لو اكلنا اكل ملوث بالفيروس احنا وارد ان احنا يجي لنا الفيروس. صحيح، هو ده طريقه الانتقال او العدوى دي الطريقه الوحيده. يعني لو انا مثلا باكل في مطعم، الشخص اللي بيطبخ الاكل او الشاف عنده فيروس A، وارد ان هو ينقله لي، معرض للاصابه. عن طريق ايه يا دكتور؟ النفس لا مثلا؟ لا، هو مدخل الفيروس الوحيد عن طريق فيكو اورر، يعني عن طريق الفم. اكله ملوث او مشروب ملوث بفيروس A. لكن مش هينتقل عن طريق الدم، مش او دي مقارنه مهمه بين الفيروسات اللي قلناها بعد كده. التهاب التهاب حاد كبدي. بس برضه مش سهل انتقاله على من شخص لشخص، لانه عن طريق الفم زي ما حضرتك بتقول. طيب الشخص اللي بيطبخ ده اكيد يعني اللعاب، صح؟ عن طريق اللعاب يا دكتور، او 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 ايد او او ايد ملوثه. الايد ملوثه باللعاب. صحيح. فبالتالي بتنتقل للاكل. هي اي حاجه تبقى فيها فيروس واحنا ناخده، حتى لو كوبايه ما اللي قبلنا كان عنده فيروس A مثلا وشارب منها واحنا شربنا منها. وارد. فيعني هو انتقاله عن طريق المشروبات والأطعمة اللي فيها الحملة الفيروس، عن طريق بقى مشاركة الأدوات الطعام أو اللي بيعمل الأكل نفسه، فيه هو نفسه مصاب،
يعني الاكل او الادوات يعني الحاجه اللي هي الحاجه اللي هناخدها عن طريق الاكل والشرب، لكن عن طريق الدم مش هيتنقل، عشان كده انتشاره بيبقى اسرع. ان اسهل حاجه الاكل والشرب. طيب دكتور، ايه الاعراض، يعني ايه الاعراض اللي ممكن لو حصلت للشخص يشك ان هو ممكن يكون عنده فيروس ايه؟ هي بس يعني اعراض، يعني هي مشكلتها انها بتيجي باعراض متشابهه مع اعراض كتير حاجات بتحصل. يعني ممكن يقول انا فقدان الشهيه، ده عرض مهم قوي. ممكن يبقى عنده لو جريد فيفر او حراره، ارتفاع درجه حراره منخفض، يعني مش حراره عاليه. ممكن يبقى يحصل له قيء، الم في البطن. فدي اشهر الاعراض، الم في البطن، الم في البطن، غثيان، فقدان الشهيه. تمام، اللي بنسميها نون سبيسيفيك سيمتومز، او الاعراض اللي هي ملهاش توصيف معين لحاجه معينه. وهي يا دكتور الاعراض دي كمان للاسف ممكن تتشابه مع اكتر من حاجه، فبالتالي التشخيص يقول بيبقى برد، يقول اللي هي فقدان شهيه، الام في الجسم، ارتفاع حراره بسيط، الام في البطن، ممكن يحصل قيء او احساس بالقيء. ودي اشهر الاعراض. ودي لو يعني مصاحبه لطفل كمان هتبقى محيره اكتر طبعاً، وتلخبط اكتر. وفي الغالب الطفل بياخد ادويه الاول العاديه، لانه انسينا مش عايزين نقول اسماء، يعني ممكن الام تلاحظ ان الطفل جاله كده فتقول ده البرد العادي، او ممكن حتى يروح لطبيبه ويقول له ده. اصل فقدان الشهيه ده يا دكتور حاجه بنعاني منها كلنا كامهات، فاحنا مش هنرجعها الفيروس ايه، احنا هنقول الطفل فقد الشهيه لانه ملوش نفس ياكل. ده حاله حال معظم الاطفال يعني، وده اللي بيحصل في الغالب. وبعدين الام بقى تتنبه بعد شويه لما الطفل يحصل له عينه يتغير، لون عينه يغير، او جلده يبتدي يتغير، او البول يحصل له ان هو لونه يغمق، فتيجي تقول بقى لا ده حصل بعدها الحاجات. طب ده عرض اهو واضح، مهم قوي يعني ده، عشان بننبه عشان كده. ففي الاول الاطفال بتاخد الادويه بتاعت البرد والحاجات دي، ودي ممكن تخليها حالتها تسوء. طبعا، لان هو التهاب الكبد الفيروسي الايه علاجه الوحيد الراحه والادويه اللي مش مستحبه، يعني مش نبعد عنها. الراحه والادويه اللي مش مستحبه، هو ملوش علاج خاص بيه، هو علاجه الاساسي المتابعه والراحه. طب لو الطفل بقى كان بيلعب تمارين وبينزل باستمرار وبيلعب، فبالتالي الحاله هتتفاقم، هتسوء، مش هتتحسن. صحيح. فعشان كده نخلي بالنا قوي التهاب كبدي فيروسي ايه. هو التهاب حاد بيجي باعراض بنقول عليها اللي هي مش خاصه بس بالالتهاب الكبدي، عشان حضرتك قلتي الام ممكن تقول ده برد العادي، نازله معويه عاديه. صحيح. تمام، نازله معويه على طول تتشخص كده، بس هي بس هتلاقي لونه مغير، ممكن الطفل وشه يغير شويه، لون بياض العين يتغير، او البول يغمق. تمام، اهي دي علامتين يا دكتور شويه منبهين بس طبعا ما بيحصلوش في الاول، دول في المرحله يعني المتقدمه. الطفل يشتكي الاول من الاعراض العاديه دي، ويكون خد علاج ومضاد حيوي وحاجات اللي هي علاج الاعراض وخفض حراره، اللي هي تاخر حالته. ممكن تزود طبعا اللود على الكبد، لان انت بتزودي ادويه مش مستحبه، مضادات حيويه، وبعدين يظهر الصفرا. طيب دكتور، معظم الاطفال طبعا بيبقوا هايبر، حركتهم سريعه. صح. عايزين طول الوقت يلعبوا، مش هتقدر بسهوله ان انت تقعد طفل في السرير لمده. صح. ممكن تبقى مش عارفه، انا لسه اسال حياتك على المده. لو طفل مصاب بفيروس ايه، وحياتك قلت انه يمكن هي الراحه هو العلاج الاول. صحيح. لهذا الفيروس. طيب انا ازاي هجبر طفل ان هو يقعد في، ما هو بقى احنا ساعتها هو الطفل نفسه بيبقى عنده شعور بالاجهاد. هو نفسه حتى لو هو كان اكتف او نشيط او كده، في الفتره دي ما بيبقاش عنده نفس الاكتيفيتي، فهو نفسه يعني هتلاقيه هو ميال ان هو يريح. وده الافضل طبعا، اللي بيخلي التعافي من الفيروس اسرع. لان مضاعفات الفيروس ده ان ممكن يحصل حاجه اسمها كوليستاتيك هيباتايتس، يعني الصفره تقعد التهاب كبدي فيروسي بس مصاحب بصفره عاليه، ورقم الصفره او تحليل الصفره ما بيقلش. طيب يعني دي يا دكتور علامه ممكن تقول لي ان الطفل ده ممكن يكون مصاب بفيروس ايه؟ انه نشاطه يقل. طبعا، يعني انا كان دايما الولد بيلعب. صحيح. وبيبذل مجهود وبيجري ومندمج مع الناس، فجاه مش قادر يبقى مش قادر. صحيح. صحيح.